السلام عليكم يا شيخ راضي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البقاء لله أبويا صابرين. حطينك مع رب العالمين وقولي إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله والشكر على كل حال. هذا أمر الله شيخنا وأمر الله مقدور عليه، بس أمر العبد على العبد هذا ما ينقدر له. قولي أبويا صابرين، سامع شي؟ أحد مسمعك سالفة عوجة؟ والله يا شيخنا العظة بالجلال. سالم راسك أبويا صابرين، قلي لي شنو اللي صار؟ حرمتك يا أبو يونس، حرمتك هددتني وقالت بس تفضل فاتحة أطردك من البيت، ومن توسلت بيها وقلت لها أنا بشارب الخير وبشارب الشيخ راضي. كاملي يا صابرين، شو سكتتي؟ الله يسامح أبويا، ليش تكبرين الموضوع؟ خلت تخلص الفاتحة وردي يمي بالبيت يا بعد أبوك أبويا. سرحان أنت، ما لك غرض. تؤمر شيخنا تؤمر، بس صدقني أختم يونس ما تقصد شيء. سرحان قلت لك ما لك غرض، خلي البنت تكمل سالفتها. لا 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 يا سرحان، وليش تسويتي؟ ما تقول لي سويتي. اوف خلينا نايم التوتية براسك، وخلص الحرم منها هاي الصفرة. وانا جشمالك تسود انتي؟ جان شون تصير المسودين بعد يا شيخ راضي؟ شفتي يا الخامة يا العامة يا ام السلم، وليش كافية وحيدة ترى صارت بدايرة. وقت قايم الشعرين وانا ما ادري خويا فدوى اروح لك، مو كل ابوي قلوله بس ولينا وكافحات، ولك ابوك خطير لا ليله ليل ولا نهار نهار، يمشي ويسولف ويا روحه مثل المسودن، وكل هذا بسببك انت. اني ليش خوي؟ كان نسيت ليله الله يرحمها. انتم ليش ما تصدقون مو اني؟ ليش ما تصدقون مو أنا؟ ليش ما تقتنعون أنا بريء من قتلة ليلى؟ طيب هاي سولفها على غيري. شو أقول لك؟ من اللي إجا وروحه فايرة وأخذ سلاحه وراح ركض بليت الزفة، وماكو براسك بس قتلة الشيخ اللي أخذ من عندك بنت السركان، لو لا لا. إي صدق، بس ما قدرت أسويه. وروح امك مو انا. انا بريء من كتلة ليلى. بريء. انا بريء من كتلة ليلى. وروح امك مو انا. ليش ما تصدقون يا عالم؟ انا ما لي علاقة بليلى. مو انا. لك مو انا. مو انا. هذا مو جرع. تقول رقية ومشتريها على السكين. ولك شافي لا تظل تعتعت، وينك وجرع؟ ولك هو قاعد على حجارة بالبستان. عمي يا حجارة، هاي راد لي عملية فوق الكبرى. ولك شافي لا تظل تدري، داوز المورة أنا ليش شغلة. لازم أنقله للدكان، غرفة العمليات. شنو؟ أقصد هناك همي متوفرة كافة المستشفيات.
بي. ولك يا مستلزمات المصخمة اللي عندك. داوى الزلمة فضني. شيخنا اقصد المقصات والقطن. ولك شاف شلون تاليها؟ شلون اليوم ما تفض وياك؟ اتفض برخصتكم اروح اجيب المرقط الجراحي واجي. ثول ثول ثول. ولك انطير انطير انطير. خلي وجهك بوجهي. سمعت يونا؟ بويا رحموني. تردون اعوف لكم القريه وهج؟ تهج؟ تيجي تهج ها؟ تيجي ترتاح مني؟ لو ترتاح من عذاب الضمير. بويا هم رجعنا لهاي السالفه اللي ما تخلص؟ ما تخلص. هي ما تخلص. وظل وراك وراك لحد ما عجيبك وقعدك على الحق. بويا بيش تريد احلف لك؟ انا مالي ذنب بصار. ولا لي غرض بيه. شامن تكون مالك ذنب بصار كله. اش بيك متلبلوي وتتختل منها ومنها؟ لو ما مسوي سالفة تخاف منها. بويا رحمون بويا هاي سالفة كبيرة وما اقدر احكيها هسه. لا بويا كل اللي اقدر اقوله ترى شتان ليلة منهم وبيهم. اي منهم وبيهم. انا ما لذنب بيه ما لذنب بيه. رحموني من رقصتك بويا. شتان ليلة منهم وبيهم. مرحبا بابا. ليش بابا لي هسه؟ ليش تأخرتي؟ خير ابو هدير. شو اليوم من وقت قاعد؟ بنتي ليش تأخرتي علي لي هسه؟ كنت طالعة ويا خطيبي محمود. خطيبك؟ عرفت هذا النذر ما راح يفك ياخذ من عندنا. خالي لك بسيط. انا اعلمك محمود. بنتي انا مو قلت لك عوفي هذا الموضوع؟ عوفي هذا الموضوع ما لي شغله بيه. اعتقد من حقي التقي بالرجل اللي راح يصير زوجي. يعني شنو الغلط بهذا؟ الموضوع كله غلط بغلط. لو بس اعرف انت ليش معانده ومشلبه بهذا النذر كان ارتحت. اعتقد جاوبتك على هذا السؤال وماكو داعي بابا نظل نعيد بالموضوع مره ثانيه. بنتي هذا مشلب بيسي ان طمعان بفلوسك طمعان بذهبك. هذا انسان طماع جشع. هذا ما يفيدك. اعرف بابا كل زين. أنا مو غبية لهالدرجة. وأعتقد قوانين الزواج اللي مثل عمري هيك صارت. لا تدوخ نفسك أبو هدير. رخصتك أبوي أروح أنام. ليش تعبى؟ أويلي عليك شنو الجو؟ أويلي على حظك. تشمدوا بتظلين على هذا الحال المايل. سحر الليل هم سحر الليل ينام. كلش هدج قاعده لسه. يا هلا امي هلا. يا هلا بسبعي. يا هلا بابو بيتي. الله بالخير. تخلص بهيج؟ اسمع محمود بدك لان التبي. اريد فلوس العالم وهسه. لحظه وين بقيت؟ يعني انا اول واحد ينباق؟ يعني عمرك كله ما سمعت بالبوقات؟ انا انبقت بوقه مو طبيعيه يا عيني. مو مصيبه هذه. اسمعني زين. انباقيت احترقت اتسخمت اتلطمت. اريد فلوس العالم اتسخمتني بيهن. باكر تدليني وتأمرين امر. باكر الصبح ان شاء الله الفلوس اعتبريني بجيبك. محمود عينك بعيني. باكر يعني باكر. صبح عليك الصبح. اقلت انت تحكي صدق بس امورك وصلتنا الدرب ضيق يا وحيده. اي اليده بالماي مو مثل اليده بالنار يا نجي. خي احنا اهل وبيت واحد بس انت لا اعطيتيها صبر ولا شرتي احد. هسه خلينا يا خي هسه راح وجرى جرى. خلينا عود بالجديد. اقول لك عود دش عدك ويا ابن خضر. يو خاله هسه اللي سمعت شي يقول ايش عندي؟ اما وتريد تحكي ويا ابن اخوها
شنهي لو هاي هل ترديني اخذ شورج؟ لا 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 اسم الله اسم الله على قلبك، لا تاخذين شور ولا احد ياخذ شورج. خبر خايب خبر، تعال تعال لو حيده خي راح اصيح حيس وشبع بي وللصبع سوالف تاخذيني لك. ايش مالها هاي تقول نايم على قلبها؟ انا دهر طرش لا وشنهي تجلق بحلك هجلك. انا راح اصيح لك خبر وشوف حفينك. يا اهلا وسهلا. هلا يا هلا بعمتي وكثير الهلا. هلا بيك بعد امي. تعال تعال تعال. اه عمي يا يمي اريدك تفك ذاناتك زين لان عندي سالفه وياك كلش مهمه. تامرين امر عم قولي. اقول لك عيدان حاجبت عمك وحيده خلي تعوف ابني خضر بحاله. اقول لك انت شفتها انتي وكنت تغزين وحدك. ياه اسكت اسكت احنا نسوان ونعرف بعضنا شو نفكر. لا عبالك خلي تطلع ابني من راسه انا اعبيها ثلج. الله الله على راسك اشكل من سوالف. هسه يطلع الولد من يمها وافتهمي ايش رايده منه. اسمع اقول لك لا تخلون ابني ما شت نار بيناتكم ترى احرق الكون. وتالي شارتو ياك شلون؟ ها فهميني. روح روح اقعد يمها وبرد قلبك وخلصيني. روح هي روح شاش عبالك رايحه يا روحي. الله على راسك. وهاي السالفة أريد أنها بيني وبينك خوش. تدلين عمه صار. مو تقول ما قالت هي عمه أو أريدك هم تروح لبعد هو ليونس يعني ترد تشوفه شي يريد ما يريد وقل له ترى أنا بعد ما إلي رد لأبوك وخلاه يقطع بي. تأمرين أمر عمه هسه أروح له رايده شي بعد؟ لا لا سلامتك. في مال عمه. الله وياك. رأساً غير سالفته تقول سمعتني وشافتني. رب سترك ما ادري ايش ضامتنا هالمره هاي العقربه من مطالب ومصايب. بعد كل عذر ما عندك يا سرحان تخلص عده البيت واجيب لك مشاي واجي. لو عندك غير راي براسك يا سرحان. ها لا بس تعرف يعني هسه الناس تقول ما صدقوا تخلص العده حتى يزوجون البيت. شنو حاطين العريس جوا بطهم؟ انت شو انت رضاها يا مطير؟ ايش تقصد سرحان؟ اقصد تخلص السنه والمراه لك حتى بعد ما حد يقدر يفك حلقه بحكايه. بس انت وعدتني اخلصك من الشيخ ياسين وتزوجني صبو يا سرحان. وانا ادوادي وما ارجع بحجايتي ولو هي جت من ربك بس ما يخالف. بس خلي ببالك ترى بعد وراك هواي امور لازم تخلصها. انت بس زوجني صبو وش تريد يجرالك؟ حتى لو تريد مهرها القريه كلها تامر امر. هينا يا مطير اعتبرها جتك بس خلي الامور تمشي عدل ومثل ما احنا رايدين. اصبر هينا شويه. واليوم تصبر والله خلص قلبي من الصبر. لي وين راح اظل اصبر؟ اصبر يا مطير ما ضل شيء وتلحق الشيخ ياسين. بس بالاول صفي لي اياهم والباقي علي واني بذية راح اداريك مدارات تريدها بخاطرك. خيرك سرحان وين وصلتك حسباتك؟ لا هيك حسب ببالي شوي بعيدة. هاي وحيدة يا هل انقلع. انا لو اتي وجرة الاذن هذي اردها الك وبالقريب العاجل وراح اراويك بنت السركال اش راح تسوي. اوه يا هل شكو؟ ماكو شيء، نامي عدل، حتى رقبتك ما تأذيتش. صباح
السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا سيدي ست هدير مديره المدرسه، استاذ جميل معلم بالمدرسه. اهلا وسهلا. الله يخليك. اهلا وسهلا بك، شرفتونا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. شلون الصحه؟ السلام عليكم. اهلا. شلون السديد؟ سيدي هذا اعرف حارس المدرسه. صحيح. يلا عن اذنكم. اهلا وسهلا. يلا حبيبي عن اذنكم. نصيحة لابوي. اقول لك ابويا، هذا خضر بن عيدان يسأل على مطير. خضر بن عيدان؟ شو يريد من مطير؟ وهسه وينه؟ بالباب، عفته بالباب. قلت له اصيح لك ابوي، هو يفتهم منك. واقف بالبيب بالباب؟ اكيد. مطير طلابه جديده، انا لله وانا اليه راجعون. السلام عليكم. جواك الله ابويا. الله يسعدك عمي. هذا ابويا. شلون سعدك؟ شلون صحتك؟ دارتنا البركه ابويا. العيال شلونهم زينين؟ عم ها جيتك عليها طريق. الف رحمه على والدك عمي. ادري فيك ما تقصر. دش دش كلك لقمه. احمى الله والدك عمي، مو تعرف انت شني؟ انا وراي شغل لازم ارد اقضي. هذا بيك هذا بيك. بس انا جايلك بشغله. قول. قل لي مطير هنا؟ مطير؟ 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 ما تقبل سوالفك وتراقيعك علي يا مطير. ها عم ابو مطير. شو تحكي وين روحك؟ ها عمي تفضل تفضل عمي. ما قلت لمطير هنا لو مو هنا. مطير؟ ايه. مطير ياخذ الليل ويجيب الليل. شنو وين يشتغل؟ يشتغل بمطعم ومكسور ظهر. ها لا تقول ولا يجينا يوم ويغيب اسبوعين تيل تيلين. لا تقول ولا اقول لك. بغداد؟ لو خارج بغداد. يجي اتاكد منه وش تريد يصير، وانا رقبت سداده. كفو منك عمي. عمي اذا اجى مطير قل له خضر يريدك بشغله كلش مهمه. في مال الله. شغله كلش مهمه؟ شنو من طلقعه جديده؟ مطير؟ شنو من طلقعه جديده مسوي؟ بويا سلمنا على مطير. اي يا مطير على ابوك. مطير ايش رميت لما طلقعه جديده يا مطير؟ وين اطوش وين اروح؟ اخ يا ابويا تالي عمري انا اكذب على الوادم؟ لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. جيبوه ادخلوه هذه بيبان. محمود هزف عينك. محمود لقفتك شبيك؟ راح تجيب فلوس الناس؟ طبعا حبيبتي، ليش وانا اقدر ارد لك طلب يا نجه ويا عيوني؟ عافيه بالسبب، عافيه بالحبار، عافيه بابو بيتي. طب ان شاء الله خلصنا من عندك حتى بعد ما اشوف وجهك. لا تقول حبيبتي جاي ادعي عليك، قصدي جاي ادعي لك بالخير. ايه بس ترى يا داعي لك ثلثين الدعاء. ان شاء الله حبيبتي. لا تقدم. لا يا حبيب قلبي اذا يلا لنقضي يا دعاء. خلص بيتك خلص بيتك خلص. سمعتك. اذا انفرس يلا. هلا ما تسمع دوقف. هلا خضر اخوي الله يساعدك. هلا بك. فحطتني. شلونك مطير؟ شلون عافيتك؟ شنو اخوي؟ شاهيك شغل المطاعم ويبعدك عن اهلك وربعك؟ هم اسال قول. الدنيا صعبه يا خضر يا اخوي، واذا مو هيك ما ترى. اخوي انت حتى للفاتحه مالتنا ما جيت، اظنك زعلان علينا. لا تدري بي انا ما ازعل، بس يا خضر انا شو كنت لافي للقريه حتى اجي للفاتحه. همصح ابوك قال لي خطيه يجي يوم ويروح اسبوعين. المهم خويا مطير، اليوم رايدك تجي وياي للبيت. بس مو هسه. شاش وقت؟
تعطيني ساعتين اغسل وابدل وجهي. خويا لازم تجي وياي وغداك يمي، لان عندي شغله وياك كلش مهمه وبدون عذر. ها شغله ومهمه وبدون عذر؟ بدون عذر صار. يلا خويا انتظر ان شاء الله. ان شاء الله. هلا بيك خويا. هلا خضر. الف هلا. أقول لك صباو، شو وقت تروح للخياطة نجيب دشادة جديدة؟ غادي لنا كم وحدة، نازلات طرحات في السوق حلوة. صباو صباو. ها ها شبيش خير؟ صار لي ساعة أحكي. أنا الخير يو أنتي. شبيش شايفتني صافنة؟ شكو بيها هاي؟ إي هي هاي الصفنة اللي مخوفتني عليك. صدق عود صبيحان؟ صدق تخافين علي؟ يا جا شلون؟ غير اختي اشو من ذاك اليوم لهاليوم ما شفنا الراحة بحياتنا. اي والله لا عاب لسانك، اول مرة بحياتك تحكين سالفة بها حظ. يا شنو انا ما اعرف احكي؟ يلا مرة خصتك. تعاي وين رايحة؟ الشاقة وياك. اسوي لنا كوري شاي نعدل بيروسنا وارجلك. يلا مو شان الرايدك يا مطير. ام الآنة هي الرادتك. ام الآنة؟ اي. ومن يا ام الآنة يا خضر؟ انا يا مطير. ام يونس؟ انت بس امرين شوفيني شو اسوي. الرادة ردتها قبل. انا ازفها لك بيدي يا مطير. صبوا؟ اي صبوا. صبوا مو ركضت وراها وسعيت بديك ورجليك وما صارت؟ هاي النوبة أنا وياك وإن شاء الله صير القسمة. إيه قسمة مثل ما تفضلت يا عم يونس. قسمة شنو اللي بيدي؟ إيه بس قلت لك هاي المرة أنا وياك وإن شاء الله تصير. إن شاء الله. شنو المطلوب مني هسه؟ شو أسوي؟ تتغدى تشرب شاي وترتاح ونسولف. هسه مو عرفت هين بيت عم عيدان. ابوي وين صار؟ اخ يا ابو يونس بس لو عرف شنو اللي براسك يا ابو يونس. وين تريد توصل بينا المواصيل يا ابو يونس؟ اخو صديق جديد بيت راح تهجموه على روسنا. استغفر الله يا رب. ان الدراسه العلميه لازم أدونها أفضل. لازم أن الدراسة العلمية للعلاقات الإنسانية في البيئة الريفية التي صورها العالم الأمريكي لوري نيلسون من خلال ثلاث أبعاد له، هي العرض الطول العمق. فالعرض هو تصنيف العلاقات والاتصالات المحددة في المجتمع أفقياً، أي تلك الوظائف التي تصنع الحياة الاجتماعية للإنسان الريفي، أي صور العلاقات والاتصالات المتنوعة. أما الطول فهو وصف وتحليل المجتمع عبر الزمن، أي أن ندرك أن المجتمع في وفقة القائم هو نتاج فترة طويلة من التغيير والتراكم الثقافي، وهو يتطلب معارف عن القوى الداخلية والخارجية التي ساعدت في الماضي في تشكيل الظواهر بالصورة الحالية، وهو فهم ما وراء الحياة للبشر من دوافع واتجاهات واحتياجات وحتى سلوك غير ظاهر للفرد ودوافعه الاجتماعية وغيرها من أشكال السلوك، من أشكال السلوك الغير ظاهر والذي ينتج عنه تنوع الاستجابات. أخوي مطير
شكرا خطاك. سمعا وطاع. الخاطر ميونس هذا بروحي بالنار وما اندم. لا اخوي طير لا تحكي هذا الحكي مال هذا بروحي بالنار وبكتر روحي. خليني اقوم اروح اجيب لك شاي واجي. انت اكل ما لك علاقه لا تستعين. اكل. شنو صار بالدنيا؟ كلها تركض وراي تريدنا الزوج صبو. لكن لي هسه ما سمعت رد صبو شنو. اظن كم يوم يودي علي ابو يونس ويقول له ارد زوجك صبيحة. خطارك ما راح؟ لا يما هسه بس يشرب السكان شاي ويروح. بس اقول لك يما شو انت اول مره تسالين على خطار ايش عنده؟ وين رايح؟ اقول لك يما خضر ها كان طير بن غني عندنا خطار مو عجيبه؟ ليش يما ايش بيهم طير؟ ما بي شي بس انا عجبت على عمتك وحيده هاي المره اللي ما يقص خشمها الطبار تفوت تسلم على مطير عجبه. انت ما قالت لك بس وحيده. ايش قالت عمتك وحيده؟ وايش حجت عمتك وحيده؟ يا درع درع اخذ الشاي روح روح اودي الشاي للزلمه ومنك اروح خاف طلع لي بسالفه انه بعوده. اوف يا وحيده شلون ما اشوف تاليتها سوده مصخمه وخايبه من ورا طلايبك راح اسوي بين الوادم دموع دخلنا نشوف. السنه خير ان الله مطر ابو جاسم. يا الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اريد الفلح شويه يشدون حيلهم حتى يعوضون السنه اللي فاتت. يا الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. خير عمي ماكو شيء. ماكو شيء ماكو شيء خير ان شاء الله بس شويه اصبر اصبر. نصبر وش عندنا؟ استريح استريح. صح. يا جماعه ابشركم. يا الله. اليوم مصطفى اتصل خابرني بالتليفون. يا الله الحمد لله الحمد لله والشكر الحمد لله على شكرك. قال بويا ترى احنا زيانين وقاعد نتقدم وخوتنا اخذت مجال واسع بالحرب واحد يساند الثاني وبشر قال ايام قليله ان شاء الله كل شيء ينتهي ونودع ذول من عيال الوالدين الدواعش للاخير. الحمد لله والشكر الهي بحق حبيبك محمد. ترجعهم سالمين غانمين وتنصرهم على اعدائك بحق الحبيب محمد. ان شاء الله ان شاء الله. خوش بشار. زاهد. حلوة. نعم محفوظ. قوم وقع على عمك بوسه بالراسه واطلب منه السماح واعتذر منه. شلون؟ مثل ما سمعتني تقوم تبوسه من راسه تعتذر منه تطلب منه السماح. ابو ايمان سامحني. سامحك. لا مو هيك. ابو ايمان سامحني. قوم على حيلك تبوسه من راسه وتطلب منه السماح وتعتذر. صار قم. صار سامحنا عم. يلا سامحك يا عمي. شيخنا انا ما عندي شي وياه. ابو جاسم انا ما عندي شي وياه. لا بس انا اريد اصير حال حال مصطفى حال حال شباب اهل القريه. شلون حلوين ان شاء الله يصير يصير. شيخنا يعطيني عهد بعد ما يتعرض لبنتي. هو اديك عهد وانا اديك عهد بعد ما يتعرض لبنتك ابدا. ومن يسمع السالفه الثانيه راح اقولها هسه بعد ابد ما يوصل. ابو ايمان. نعم. انا اريد اخطب بنتك ايمان لابني مصطفى. شلون؟ مثل ما سمعتني. ابو ايمان. نعم. انا اريد بنتك ايمان لابني مصطفى. بس انا عمي. اكو بس انا عمي. قرار واحد شنو انت وحده تسمعه وتنفذ وتسكت. ايش قلت يا ابو ايمان؟ والله يا محفوظ شو بدي اقول لك؟ كل اهل القريه يتمنون يناسبك. واني شرف الي اناسبك. ومصطفى زين الشباب اهل القريه. بس انا محفوظ تعرف هالبنيه هي الوحيده عندي تمام ولا لا يا ابو جاسم؟ اي نعم حكيك تمام. وشرعا لازم اخذ رايها.
الوافقة بمصطفى أنا بيدي أزفها وأجيبها. ما تقصر. وإن ما وافقت الله والعادري، هذا زواج قسمه ونصيب شيخ، لا تزعل مني. لا 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 لا، هذا الكلام العدل، هذا كلام الأصول. أنت علمتنا الأصول. شوف يا أبو إيمان، الزواج قسمه ونصيب، إن صارت القسمة نقول الحمد لله والشكر، الحمد لله، وإن ما صارت هم نحمده ونشكره، تمام؟ صح. بس أنا هاي الخطوة أريد أسويها وأريد أقرب رأس على رأس بين إيمان وبين مصطفى حتى تصير عبرة للآخرين. أريد الأمور بيناتكم تصافى، ما يصير زعل منا عليك ومنك عليه، هذا هو الهدف. إن صارت القسمة صارت، ما صارت عليه إن شاء الله. أنا مرخصتك عمي، عندي شغل. قوم روح. أنا متقصد حكيت هذا الحكي قدامه حتى يسمع بالخبر مال الزواج. الغاية شنو؟ من تصير القسمة إن شاء الله بين إيمان ومصطفى، زاهد بعد ما يقدر تقرب للبنية لأن صارت مرت أخوه. تمام مو تمام؟ تمام تمام شيخنا. نرجع لسالفتنا. صبوا ايش ماجي صبيحة جفلتيني؟ صار لي ساعة صيحان عليك وانتي ما تردين. صافنا خيا صافنا. ايه صافنا على الحظ والقسمة. هي هاي صفنا ومخوفتنا عليك. صدق عود؟ صدق تخافين علي؟ جو تشاليش ما خافن عليك غير اختي، انا عندي غيرك. اشو من ذاك اليوم لهاليوم ما شفنا الراحة. اول مرة بحياتك يا صبيحان تحكين سالفة بيا حظ. ليش خيي شنو؟ انا ما اعرف احكي. لا لا تعرفين كل زين. يلا ما تخصتك. لا زعلين ولش تعال. خيي ما زعلت قلت عد اجيب شي ناكله. يلا روح. صبيحان وين صبيحان لحقي؟ وليش ماكو شيء. شنو ماكو شيء؟ ولك ابن عمي ورد اشوفه. اه ايه حقك ابن عمك ودي اشوفه. اقول لك البارحه شلون تحلمت حلم. ايه ولك نجوى بنت المصموط معقوله؟ لك هذا محمود عن بارك؟ لا 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 ولكم هذا يا محشش يا محشش، عرف الفلوس برج الطيور غير نجوى. اليوم اصمت اهل اهلك نجوى. نجوى يعني جاي تخطب واحدة مخطوبة. صبيحة مخطوبة المطير، ومن تالي وحيدة تقلل من شانك قدام اللي يسوى والما يسوى. لك تضحك علي مطير؟ شبيك ساد جميل؟ شبيك 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 لك اليوم 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 نهايتك على ايدي. غامش خايف. قوم 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 اذبح طلي بسلامة اخوي مصطفى بجيته. شنها وعلاه قل له قوم اذبح طلي. صار حيدة تردين الصدق؟ انا ما اقدر اطرد مرتي الشيخ الله يرحمه من بيته. بس انا سويت هيك على مود نبقى انا وياك وحدنا، لان السالفة اللي راح اقولها هسه اريدها تبقى بيني وبينك.